بعد تجارب كثيرة بإخراج الكليبات لأهم نجوم العالم العربي وبعد عرضه لأكثر من فيلم قصير وبعد تجربة أولى ناجحة بفيلم طويل بعنوان خلت وردة، المخرج عادل سرحان يعود بفيلم بيترويت لا يعرض أو يعرض من خلاله قضية من أبرز القضايا يلي بتعاني منها مجتمعاتنا وهي التعنيف المنزلي والأسري. وتم تحديد تاريخ نهائي هالمرة لعرضه بالصلاة اللبنانية 13/3/2013. للمزيد اكيد حول الفيلم ونشوف شو سبب هالتاخير من 12/12/2012 لهلا، المخرج اللبناني العالمي يلي كثير نحن بنفتخر فيه عادل سرحان بضيافتنا ضمن 8 مليمتر. اهلا وسهلا بعادل سرحان، يعني فيلم سينمائي ورا فيلم سينمائي، نحن بنعرف لوين بدك توصل، حدود اكيد ما عندك حدود بالفن وبالعطاء وبالاخراج تحديدا، دائما بتنقي مواضيع هاتفه. بيترويت تحكينا اكثر من مره عنه، نحن بانتظاره، نعرف قد ايه اخذ جهد وتعب منك. موعده ليتم عرضه بالصالات السينمائيه عم بيتم تاجيله الى ان هلا مثل ما عرفنا 13/3/2013. ما تعبت من الارقام اللي بتشبه بعضها؟ اول شيء مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. هو ما تاجل كثير الفيلم، هلا نبلش بقصه تاجيله، هو تاجل مره واحده من 12/12/12 ل 13/3/13. بس قبل لانه هيك انا والتصوير يعني يمكن نحن كمان لانه حكينا فيه اكثر من مره حكينا انه نطرنا كثير، هو انحكى عن الفيلم لما رجعت من امريكا كنت خالص التصوير وقبل ما تروح حكينا انه كنت عم سوق لبيترويت من خلال خلت ورده، ولكن هو التاجيل اللي هو اجى هو كل تاخيري وفي اخيري، يعني مش تاجيل اجى لسبب والله نحن قررنا ناجل. اولا نحن ببلد متقلب وفي مزاجيه، ساعات اللي بده مثلا هذا البلد بيجي على باله يصير فيه هزه لا سمح الله فبتخرب حياه الدنيا كلها والناس كثير. طيب شو صار ب 12؟ تنذكر وما تنعاد، 12/12 ما صار شيء، ولكن لانه لمشاركه الفيلم بمهرجانات عالميه اوكي اضطرينا انه ناجل الفيلم، لانه اذا عرضنا الفيلم بهذا الوقت بيروح علينا هدول المهرجانات. لا هون اكيد الافضليه لك، فقررنا انه ناجله شهرين زمان منه بيكون في هيك مساحه اكبر ل تسويقه بطريقه جيده عالميا وفنيا وثقافيا، ولانه القضيه بتحمل اكبر بكثير من التشويق. القضيه اكبر من فيلم، يعني اكبر من 100 فيلم، اكبر من مجتمع، اكبر من دول، هي قضيه عالميه صح وانسانيه يعني. صحيح، ما بدنا نقول نحن انه والله انحصر بفيلم سينما، لانه في اكيد ما بدنا نلغي جمعيات كثيره حكت بهذا الموضوع ومؤسسات فتحت وما زالت وبعد عم تجرب تحارب من خلال بيترويت. فايتين على محل يا جماعه، بيترويت بده يعمل هيك فصل حلو، بده يخض يعني. نحن بالفعل دارين كمان تحياتنا لكل الابطال، دارين حمزه كانت بضيافتنا وسبق وحكينا كمان مع البطله، يعني غير انه من نظره المخرج للفيلم كيف، وبالتالي حتى كنت عم بقول لك تحت الهواء على الفيسبوك مرقات صوره لدارين هيك بالميك اب اللي اكيد بالفيلم اكلتها القتل اللئيمه، فكلهم اللي ماذا او من ضرب دارين وقيمه القيامه على الفيسبوك. صح. يعني التشويق موجود والانتظار هلا عم بيطول وعم كمان موجود هيدا العنصر المفاجئ او عنصر التشويق، فهذا كان المطلوب اذا بدك. هلا هو الفكره مش بس نفرجي عنف، يعني مثل مثلا احد الاشخاص بيقول لي بس الفيلم عنيف، يعني بس هذا موجود. قلت له انا انه مش عامل انا نوت بوك، يعني انه أيه. عامل فيلم بيحكي أيه. عن العنف الاسري أيه. عم فرجي 5% من اللي بيصير بالمجتمعات اللي بتعنف. مظبوط. طيب انه اتليست فرجي مصدره من اللي عم تصير، وانا هدول شايفهم بالعين المجرده وما قدرت احطهم كلهم، يعني حطيت جزء كثير بسيط منهم وهدول لحتى يشوفوا الناس شو عم تصير، لانه قد ما بيصير فيه بالجمعيات او بيصير فيه بالمقالات المعينه وبالجرايد وبالكتب وبالندوات الصحفيه والاعلاميه وكل هالمحلات ما بيقدروا يوصلوا صوره كما يجب حقيقية. مثل ما بتوصل بالفيلم من خلال كما بتوصل واقعيه. حسن فرحات كتب الفيلم لإله ولدارين حمزه وجسدوا هيدي القصة بطريقة جدا جدا رائعة. صح. فهيدول الممثلين أنا بحس إنه في هارموني كامل ومتكامل بيناتهم، كان في صراع لتوصيل الصورة الأحسن، توصيل الصورة الأحسن من حيث
الدور الشق الدرامي يعني كل واحد كان عم يعطي اكثر ما عنده ليثبت للاخر انه انا شخصيتي حتبرز اكثر، فكان هذا الصراع ايجابي بالنسبه لي، ايجابي بالنسبه واعطاني وقع علينا كمان طبعا لحتى يوصلوا لحتى يقنعوك يقولوا اف عن جد هيدول الناس حقيقيه، عن جد هيك عم يصير. هيدا الزلمه لعب دوره بطريقه مهمه ودارين لعبت ايه حسن ودارين حسن فرحات وصديق وبوجه له تحيه بقول له دارين ولكل الممثلين اللي اشتغلوا بالفيلم والفريق التقني كله سوا. هيدا الزلمه مش بس ممثل، هيدا الزلمه جدا مخضرم مخضرم بشكل يعني بس انا اقول له كلمه اطلع عن النص بطريقه معينه بعرف انه بيعطيني اياها وبيعطيني البهار والملح تبعه. حلو. فهيدي الهارموني من بعد خلت وردي حسيت انه لازم نفجر بشيء اكبر بكثير. بيترويت اكبر من كلمه فيلم سينما، فبكل صراحه عم بقولها لانه اول شيء صار سنه و18 عم بشتغل فيه. الكتابه اخذت وقت كثير كبير. الكاستنج ما بين لانه ما بين بلدين امريكا ولبنان اخذ جهد وتعب، وبتعرفي كثير تنسيق الوقت اكيد اخذ كثير جهد كثير كبير. هلا لنرجع نعيد الفكره، انتم معالجين يعني العنف الاسري والعنف ضد المراه تحديدا بلبنان وبديترويت وعاملين الفرق بيناتهم، وين حقوق المراه بتاخذها وين ما بتاخذها؟ بعتقد ديترويت يمكن الرجل مية 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 الضحيه. اللي بدي اقوله انه في قصه الناس ما كثير عم تفهمها، انه العنف الاسري هو مش بس العنف ضد المراه، هو في عنف كمان ضد الاطفال، تعنيف اكيد، ما نحن بنقول الاثنين يعني صح. المسابي في حتى ببلادنا مش بس العربيه بالضرف. يعني العنف حتى كمان هو بالكلام معنويا تعنيف كلامي، في عنف عنف الزوجي، في عنف يعني في كثير قصص مفصلة أكيد. ولكن أنا اخترت الشق اللي هو اختصاص التعنيف الأسري الخاص بالمرأة والرجل والأولاد. وهي أصلا قصتين، هي الفكرة قصتين ماشيين بطريق بارلل مع بعضهم ما بين لبنان وأمريكا، وفي لينك، اللينك ما رح نقوله شو هو لأنه هو الأفشة الفيلم ما بين أمريكا ولبنان. أنا بعتقد عملة يعني بدو وجهين، يعني اثنيناتهم بيودوك لنفس الهدف. صحيح. الفرق بيناتهم اول شيء كله لبنانيه القصتين، يعني هيدا الزلمه كاصله لبناني وبيو اصله لبناني اللي بامريكا، واللي هون عائله لبنانيه بعيده عن الطائفه وهن من وين وين ساكنين اسمه بالتعنيف بكل الطوائف وبكل المجتمع وليلى في يكونوا بكل الطوائف وان شاء الله ما بقى بنذكرها لحتى نوصل لمحل نوصل صوره عن مجتمع كامل من خلال هيدي العائله، مش معناتها انه كل العيال اللي بيحضر الفيلم يعني كل العيال هيك، لا، ما حدا قال كل العيال. لا بس نحن عم نحرك قضيه او قصه لعائله من هيدول العيالات او العيال اللي هن مهمشين، ما حدا عم يسال عنهم، ما في قانون واحد بلبنان يحمي المراه. مظبوط. الهدف من الفيلم نقول يا جماعه لا، لازم يكون في قانون يحمي المراه، اتليست ينصفها مع الرجل، نحن ببلد بس بالقصتين بالقصتين نفس لبنان. الهدف؟ ولا في هدف اخر انه بامريكا القصه اصعب، ايه انه التعاطي قصدك بالاكستريم يعني باقصى درجات القضيه كمان مش منيح، يعني للمراه تكون هذا اللي عم قوله مسترجله. نحن ما بنظلم واكيد ما بنظلم الزلمه لانه بعدني كنت عم اقول نحن ببلد ذكوري دائما الرجال له كلمته، ممنوع 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 الى حد ما. المراه انسانه فعلي بهذا المجتمع، لها مراكز كثير مهمه بتتبوقها انتو منهم مثلا، لا يجي رجل يتحكم بطريقة جدا مسيطرة وقذرة حسميه لانه حسب اللي شفته كتير هيك بيلاعي النفس. حلو. توصل لمحل ما بدنا نظلمك يا رجل، انا واحد منهم، انا رجال عم بحكي باسم هيدا الرجل، انا ما بدي اظلم حالي ولكن يكون في قانون منصف ينصف المرأة ويخلي ويحافظ على رجوليته لهذا الرجل بطريقة هي الرجولية ما تأثر مش بالضرب، هي ما تأثر بالمواقف ما تأثر عنفا، هو الرجال بالموقف مش بالكف يعني. والمرأة قد ما تكون قوية أكيد بداخلها بتبقى هي متعطش ليكون في حدا الرجل، الرجل يلي رجل بمواقفه، ولا مرأة على وجه الكون ما بتتمنى يكون في حدا رجل بكل معنى الكلمة يحميها. وكتار بيقولوا انه يي ما انت رجال ما بتخاف تعمل ينتقدوك رجال لانك عملت فيلم بيحكي عن عنف ضد المرأة، انا بقول لهم هيدا دليل قوة مش ضعف. بالعكس اكيد ولازم كل رجال بكفي اخذ تأييدنا كلنا النساء لإلك بكفي وكل رجال بيكون رجال فعلا بيوقف هيدا الموقف لانه لا نحن فينا نعيش بدون هيدا المراه ولا المراه فيها تعيش بدون هيدا الرجل، صحيح وجدنا مع بعض ليكون في وفاء
بهيدا على فكرة قبل ما ناخذ الاتصال يلي بيقول المرأة حذاء، قالوا له إذا أنت ترى نفسك قدما فبتكون المرأة حذاء، ولكن إذا رأيت نفسك أنك رأس فبتكون المرأة تاج. يعني كل واحد هو كيف بينظر لنفسه بشوف المرأة. صحيح. معنا اتصال من ميتشيغان. حسن، ألو. ألو، صباح الخير لكم. صباح النور. نحن هلا بدنا نقول مساء الخير. صباح الخير عادي. أهلا وسهلا. صباح النور يا هلا. أهلا فيكم. بتمنى أن يكون الفيلم حامل، بس بدي احكي على الفيلم لو سمحتوا لي. ايه تفضل. اكيد. ايه تفضل. بتمنى انه يكون حامل المأساة اللي عم نعانيها نحن هون بمشيغان، الجالية العربية اكيد. من اي ناحية؟ بصير عندنا مأساة كثير، عندنا يعني مثل عم بصير عندنا طلاق غريب الشكل هون بمشيغان. صح. الجالية العربية اكيد، واللي خاصة اللبنانية يعني. في عندنا نسبة طلاق رهيبة. ليه يعني بيبقوا مزوجين هن؟ عم بضيعوا هون بمشيغن يعني. بالاول الامريكانيه يعني، بالاولين الامريكانيه اولادنا عم بضيعوا صدقيني يعني. يعني عم بيكون مشحذ بحد بحق العربي او اللبناني، صح؟ حق الرجل بشكل عام. ايه اللي عم بيقولوا حسن، انا فهمتك يعني انه عم بيصير في طلقات لانه المراه هونيك تتجاسر وتعلي صوتها، هيك قصدك انه هونيك في مين يحميها؟ فهمني بس اشوف الفكره. القانون انه هي القانون معاها هي. ايه اوكي، انا رح خلي عادل يرد. اوكي حسن، وصلت الفكره. انه قلت له كل شيء بيملك الرجل نصها لعله، نصها لعله. اوكي طيب يا حسن، شكرا لك. يعني عندنا كثير مأساة تهديد، عندنا صارت عندنا قصه من 5 سنين يعني، انه الرجال يعني اجى من الكازينو وسكران قتل زوجته، قتل اولاده، وقتل حاله اخر شيء. اف لبنانيين. هيدي مش بس مأساة، هيدي اكيد. هلا هيدا موضوع كثير كبير كمان، بده يعرف شو اسبابه وشو اللي ادى لهالشيء هيدا. بس اكيد يعني هيدا الموضوع، ما بعرف اذا هو متطرق له، هو متطرق لموضوع اخر يعني. هو عادل هو من خلال بصراحة الفيلم. كل هيدي قصه الفيلم. خلينا نتشكر حسن تهيفي تبعنا، شكرا لك. اكيد عادل بعتقد بس الوتر الحساس. انا بدي اقول لحسن انه انا عندي اصدقاء كثير بمشيغن، وبعد بوجه تحيه كلهم لانه وقفوا وقفه عن جد رجولي واهل كرم.